We are in Riyadh, Saudi Arabia. For the so many legends remain. For the so many trophies we gained. For the سألت الأخوان اللعيبة أقول لهم إحنا مقبلين على نهاية قارة. هذه فرصة العمر لكل لاعب يحفر اسمه من مداد الذهب في تاريخ نادي الهلال. بإذن الله إحنا قادرين بنجوم العزيمة بتوفيق رب العالمين قبل كل شيء. أرجع وأقول اللي هم من هذا كله لازم تدخلوا في أنفسكم وأنتم قادرين تحققون هاي الحلم لنا كلنا. هذا فريقنا اللي إحنا بدينا في بداية الموسم قدمنا أفضل مستويات مع فرق كبيرة، ما وصلنا النهائي من فضاء، وصلنا بمجهود الكواليتي العالية حق لعيبتنا. اللي أبي منكم تثقون بالله سبحانه وتعالى بعزيمة وأنفسكم والإمكانيات اللي تحملونها. وارجع اقول لكم انا اتحدى وراهن بالفريق هذا اللي راح نحقق البطوله، لاني اعرف عندي رجال، عندي 11 او 28 رجال باذن الله راح نحقق الحلم وراح تسجلون اساميكم من مداد الذهب. التاريخ ما ينسى اسم اي لاعب حقق البطوله الاسيويه والامثله كثيره، وانتم قادرين واحنا قدها ان شاء الله باذن الله. البطوله باذن الله ان شاء الله لنا بعزيمه الرجال ان شاء الله. For the greatest of teams on the field. السلام عليكم، كيفكم يا رجال؟ بس كلمة واحدة هي، إذا نبغى شيء نقاتل من أجله، فتكفون يا رجال نقاتل من أجل هذا الكأس، ما يروح إن شاء الله. أهل الأفضل دائما ويا رب يوفقنا. هذه مباراتنا ما يحتاج نحفز بعض، ومنصورين إن شاء الله. For the loving and faithful fans. For the passion and chanting, hands in hands. شباب تعبنا كلنا نهائيين، هذا الثالث لنا إن شاء الله بإذن الله أنها تكون ثالثة ثابتة. أتمنى من الجميع كنا على قلب رجال واحد، نطلع بإذن الله مبسوطين في البطولة. شدوا حيلكم، أنا واحد تكلم ضمن فريق كامل، أتمنى لكم التوفيق مباراتين إن شاء الله، ولازم يكون يد واحدة. يعطيكم العافية. Hi guys, we have two more game left to become champions, and I hope we try to do our best, and I hope we can make the history. Ciao. Okay, أعتقد إن يعني كل عارف مدى أهمية هذه المباراة اللي راح نلعبها. خسرنا يعني في 2014 و2017، لكن إن شاء الله بالعزيمة وبتجمعنا كلنا بقوة واحدة إن شاء الله نقدر في 2017 نحققها بإذن الله. الرسالة هذه إن شاء الله قبل المباراة تعرض لنا، وكلنا راح نكون يعني يد واحدة لتحقيق هذا الإنجاز، كتابة أسمائنا كلنا بما من ذهب بإذن الله. همتكم يا رجال، هذا حلم كل واحد فينا، وإحنا أفضل فريق في آسيا، وربي يوفقنا يا رب. When you've done your best. When the world is watching, you gotta believe. Your head's above the rest. Yeah. السلام عليكم. الحقيقة أنا فخور أعمل مع لعيبة أنتم يا سعوديين. أنتم الأفضل على مستوى المملكة السعودية، على مستوى الشرق الأوسط، مستوى آسيا. أيضا اللعيبة المحترفين الأجانب هم الأفضل على مستوى قارة آسيا. أنتم متى ما كنتوا حاضرين حقيقة ذهنيا داخل المباراة، صدقوني ما حد راح يوقفكم. صدقوني ما راح يوقفكم ابدا. احنا فخورين، لنا الشرف نعمل مع ناس محترفين، انتم ساعدتونا فقط. الله يوفقكم والله يكتب لنا الخير، وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. مباراه طبيعيه جدا، انتم تاهلتوا مرتين، انتم الجيل السابق هم ابطال ست سنوات، ست نسخ، لذلك الجميع يقول عليكم الحمد لله. ناخذها عاديه جدا، نتوكل على الله سبحانه وتعالى، ننسى المباراه، نحضر المباراة يوم الجمعة للمعسكر. When
guys, just two things. This competition, since the beginning, is our. And don't have other trust, we will win. Compañeros, las finales se ganan, no se juegan. Okay, yalla Shabab, yalla Hilal. Very good, strong game, my friend. We win the game, my pa. We win, papa. All play, papa. Strike, defense, medium. Goalkeeper, all focus, papa. All focus, papa. And the goal. Yalla Hilal, champions win. شدوا حيلكم يا عيال، ما بقى لنا مباريتين. الله يسر ان شاء الله ويوفقنا. وبشروا التغذية الزينة والأكل الزين والله يوفقكم. جيبوا الكاس، شدوا حيلكم.